وصلنا تقريبا 400 نقطة، هنا 200 وهنا 200، وإن شاء الله أن الباقي نحلفكم. ها؟ باقي أربع أسئلة وأربع تغريدات. باقي بس رقم جواز نايف. ولا رقم الهوية ورقم الهوية كل شيء خلص. والله خلص ما شاء الله. طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث يقول لك طبعا هذا يعني سؤال يعني ما لها 600 جواب يا خلف عشان ما تنشبن الله يصلحك. يقولك شيء في السماء إذا أضفت له حرف أصبح في الأرض. واو غلط. وش هو؟ أبغاك تشرح لي، لازم تشرح لي وش الواو. سماء والأرض. لا أنت فاهم السؤال الثاني ذاك اللي يقول ما بين السماء والأرض. ها شيء في السماء إذا أضفت له حرف صار في الأرض. فرق السماء والأرض. الغيم ما هو في الأرض غنم. أنت يا حتى الإعداد قاعد يضحكون. أنت الكلمة كلها كلها أبو سلطان موجود. ها يا شباب شيء في السماء أضيف له حرف هذا بديهي، ما راح أقول لك يا البزنس 46 وش كانت تسوي العصرية. لا 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 ما في. لا 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 عطنا أسئلة هنا في المحل. لا 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 تفكيرنا. ها يا شباب أجين السؤال قرب لنا. طيب هذه الغاز تحريك المخ، انتم مصدقين. عد السؤال يا عادي بيه. انا الفاهم. ركزوا ركزوا يا شباب. شيء في السماء اذا اضفت له حرف صار في الارض. قرب قرب خليني بشوف التاج يمكن هم جابوا الاجابه. الماء. كيف يجاب وش كيف يكون سماء؟ ايوه ماء. انت قصدك تاخذ حرف ما ضفت حرف. السين خلاص انت اخذت اجابتك، وفي واحد اخذت اجابته اللي هو سيف، في واحد جاوب ثالث منهم. الشيخ لا ما جاوب. انت هو تشطب من كل الاسئله الجايه. الاردس غنم. شيء في السماء، هو في السماء الان. عادل عطنا رؤوس اقلام يا عادل. لا ما اقدر اعطيك رؤوس اقلام. هو شيء في السماء يا شباب. ها شيء في السماء هو صار في الارض. وش صار في الارض يعني كائن حي ولا؟ ودي اجاوب بس احس انه خطا. ها تاكد. هو شوف اذا كانك راح تعرف الاجابه في السماء ولا في السماء. هو في السماء في السماء. انت تترك من كلمه في السماء هذه. عيد السؤال ثاني. السؤال اللي عمل حقه فيصل شيء في السماء لما بتلف له حرف بيكون في الارض. الله اكبر. امال ايه؟ النجم وفي السماء نجم. نجم وفي الارض نجم. عد 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 عد. نجم في السماء ايوه وفي الارض نجفه. غلط. انت عندك تبديل. انت تركب. ها نجم. اقول لك نجم. نجم في السماء نجمه تكون نجمه اللي في البحر. لا نجم غيمة. كيف نجم الرجل؟ يا شباب لا تغير الحرف. هو نجم. يلا علمناكم. هو نجم ضف له حرف يصير في الارض نجم. خلاص روحت اجابتك. لا 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 طيب لا 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 شوف حتى لو انه جاوب نجوم اسم نجوم. لا 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 خلاص اللي دقيقه يا عيال عيال عشان الحوار يكون واضح، يكون حتى المشاهد واضح. اللي جاوب تروح عليه. لا 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 والله اني مسكين. ها يا شباب نجم. هاي موسى نجم. اخذت احد اشر لك في ذمتك. في ذمتك خلاص 200 نقطه لموسى الفيفي 200. استنى